بس كان مش علينا، كل سنة وانت بخير. وانت السالم، رمضان كريم. ان شاء الله بنعاد عليكي. خبريني، من دون مين صعب العيشي؟ صعب العيشي بلا امي واخواتي واهلي وقريبيني، صعب العيشي بلا بلدي كثير صعبة، وصعب العيشي بلا فني وجمهوري كثير فيني بيجوا. امك شو اورثتك؟ كثير اشياء حلوة، التسامح، الصبر، الايمان، احترام كبير، انه دايما يكون اجري على الارض. علمتني كل شيء بالحياه اللي فيها العفويه والبساطه والمحبه، فبتشكر عليه. بس اكثر شيء لما حسيت فيه لما كبرت فيه الصبر والتسامح، او اكثر شيء حسيته. على شو او على مين تصبري اكثر شيء؟ بصبر على شغلي، لانه الشغل بده صبر، لانه كل ما تكون انت صبور كل ما بيعطيك. بصبر على اللي بحبهم، لانه لما بتحب حدا بتصبر عليه. بصبر على كل شيء بحبه. انت بتقولي انما للصبر حدود. لما اكون سكرت معي كليا. بس انت بتسكر معي كليا، يعني بيكون كثير صار شيء يعني فوق اللزوم. بس اجمالا بصبر على كل شيء بحبه، بعملي او بحب او باي شيء بصبر عليه. قلتي لي انه اورثتك التسامح، انت مش مستعد تسامح ابدا باي حال؟ بحالة انقرب على كرامتي، الكرامة أهم شيء، هون صعب سامح، ما بقيته بسامح، بقول إنه ما علي أنا مسامح. من الطفولة بعد فيكي أشياء؟ كلمة طفولة، ماشي يعني، الدبب اللي عندي، الألعاب اللي عندي، يعني بعدني هلا بحط الترين اللي بيبرم، بلعب أشياء صبيانية، السيارات اللي كنا نحن وصغار. طفولي ما بحب تروح من عندي، لانه بحس انه نهار بدها تروح الطفوله مني. صرت كبيره، يعني بحس انه كبار، بس خلي الطفوله بداخلتك، لانه الطفوله بتعطيك البهجه، السعاده، بتضلك متفاجئ، بتضلك تحب كل شيء بالحياه. طفولتك كانت سعيده؟ كانت سعيده بام حنونه وربت ثلاث اولاد معها، والد متوفى كان عمري سنه لما مات. بس كانت مش سعيدة، لأنه عشنا الحرب، خلقنا بالحرب وربينا بالحرب، وطفولي مع الحرب مش حلوة، بس بتعلم القوة، بتعطي قوة، يمكن عشان هيك نحن الشعب اللبناني قوي. بس فيها كتير سعادة من أسرتي من حوالي، الحمد لله. غياب الوالد كيف تعوض؟ التعوض بحنان الأم. أنا دايما بقول أنه يتيم الأم مش يتيم البي. لما يكون في أم بالعائلة بتخلي كل الاخوه يجوا، يعني اذا بتلاقي في ام بلبنان كل الاخوه بيجوا من برا، الام بتلم. هلا البي اكيد استقلت له، بس انه امي كانت الام والبي، يعني ما بدي بالغ، بس الحقيقه هيك كانت. هاي صورتها؟ هذه صورتها هي وصبيه. في عندها صور كثير، بس هي بحبها حطيت لها اياها. بتحسي حالك تشبهيها شوي؟ مش شوي، لا كثير بشوي. العيون؟ العيون والتم وبرمه الوجه. بيحكوا العيون؟ أهم شيء. العيون بيقولوا لك الحب، العيون بيقولوا لك الكره، بيقولوا لك الملعنة، العيون كل شيء بالحياة بيعطوا. أنا بحس إذا بدي أطلع بشخص عيونه هي اللي بتعطيني الصورة عنه. شو شايفة بعيوني؟ شايفة طيبة وما حدا شايفة إلا هيك. الله يخليكي. يعني إمتى بتحكي بعيونك؟ لما أكون زعلانة كثير بحكي بعيوني، لأني أنا من النوع اللي ما بخبر أيام، ما بقول، وما بيخبر ما بيقول، بيخبي بعيونه. هلا بده يكون في حدا من ايديله ليحس فيه. بحكي بعيوني لما اكون مغرومه، كمان بحكي بعيوني لما اكون سعيده، بحكي بعيوني لما ببكي، كثير اشياء. عم تحكي بعيونك بهالايام؟ اكيد. يعني مغرومه؟ اكيد. الوساده الخاليه شو بتعني لك؟ الوساده الخاليه بتعني لي لما ما كنت مغرومه، بس الوساده الخاليه هي دائما لما بتحط راسك عليها. أنا بدي شيل الخالية، بحط الوسادة اللي هي الأحلام، يعني الأشياء اللي بتحب تعيشها بالنهار وما عشتها، أو أشياء اللي بتحب تروح منها على عالم آخر. فأنا بحس إنه ما بدي أقول الوسادة الخالية، بدي أقول وسادة الأحلام. يعني كل إنسان عنده أشياء كثير بحب يعملها، بس يمكن على الوسادة بحققها بالليل، ما بحققها بالنهار. بتعبيها بالأحلام. بعبيها بالأحلام.
طب هالغرام رح يتحول لشراكه؟ رح يتحول رح يصير هذا السؤال الاكثر سؤال عم بنسال فيه. اكيد ان شاء الله خير، اديني نصيب، بس انه جدا بحب البيت، بحب الاطفال، وان شاء الله اذا نصيب باذن الله. شو يعني؟ ريح العيله مشوي اذا هالقد تعبتهم بهالزواج، ما عم بعرف. شو يعني الحب غرام؟ شو هو؟ انا بالنسبه لي الحب هو عطاء، يعني عطاء بكل شيء، وتكون صريح مع الشخص الاخر، ما تكذب باي شيء، تكون صريح معه. الحب هو اللي بيطيرك عن الارض للسماء، هو اللي بتشوف حالك حلو اذا لبست، اذا حكيت، اذا مشيت، اذا قمت من النوم. الحب اجمل ما في الحياه. ما بفتكر اصلا اذا الاكل ما بتحبه ما بتاكلها، اذا الشغله بدك تلبسها، فكل شيء ما في حب. شو بتغني له لحبيبك عاده؟ بغني له كثير اشياء. هلا اذا كنت مبسوطه رح نغني له الحب، ما رح نغني له الزعل. مثلا هلا ممكن بقول له قربني منك، من اخر البوم اكبر كذبه. قربني منك، اعطيني ايدي، ما ببعد عنك وحيت عيني، مغرومه فيك حد يخليك، عمري بعطيك بقلب بخبيك. حبيبي رجع على لبنان ونعطي مباشرة من بيروت. أول من شو بالحياة؟ صوتك. لشو قربني؟ قربني للعالم، قربني لمحبة العالم، قربني لذاتي، قربني. المغني بخليك تحس بكل شيء، يعني بتصير شفاف لدرجة بتحس فيها. عم نحكي المغني، المغني مش المغني اللي بس المظاهر يعني. فقربني لكثير، للوجدانية، لأشياء كثير يعني قربني إياها. عم نحكي عن المغني بالصوت مش بالصورة. أكيد المغني بالصوت، لأنه كلنا بنحب الصوت والصورة، ما في حدا ما بيحب يكون في كاريزما بالصورة، بس الصوت كتير حلو، انت عم تحدث وعم تغني انت، وكتير مهم.